هون استاذ حسن فضل الله ما بعرف اذا صار موجود، بس بدي اقول له اعجبت يعني كثير معك أنا. اعجبت كثير بكلامك امبارح وبكل كلمه قلتها. بس شكرا لك. بتمنى ما تزعل من هذا الكلام المباشر. حزب الله شارك بتوظيف هؤلاء الاكثر من 5000 وهو شريك بذلك للاسف. اكيد اكيد. فلما تحكي بتوحي انه الاخر لحظة شوي. وانتم شركاء بذلك. لحظه شوي قبل الله الرد دوله الرئيس. دوله الرئيس اللي حق الرد. اولا حزب الله لم يشارك بهذا التوظيف، واذا عندك اي مستند او دليل تفضلي على الراي العام جيبيه وقدميه حتى ما يبقى كلامك من دون دليل ومستند، ولا بصير اتهام غير شكراً غير صحيح. انا بتمنى عليك ان تاتي باي دليل انه هول 5000 نحن شركاء بتوظيفهم. معك حق. ونحن ضد هذا التوظيف. نعم. ونريد لهذا التوظيف ان يكون عبر مجلس الخدمة المدنية. هذا موقفنا وما عندنا موقف ثاني. شكرا حضرة الزميل. الدليل موجود في سجلات خلي كلامك معي. عفوا دوله الرئيس. خلي كلامك معي. طيب. والزميل ما حدا يجاوب بدون ما اقول له. صحيح. يلا. هنالك سجلات للجنة الإعلام والاتصالات. في هذه اللجنة كان موجود مدير عام أجيرو. سألته مباشرة، أنت وظفت توظيف انتخابي قبل الانتخابات النيابية؟ قال لي صحيح. بعدين قال لي أنه في عدد من الموظفين هو بحاجة إلون، وقال أنه تقريبا 85% من اللي وظفهم عايزون. دولة الرئيس 85% من اللي وظفهم عايزون. يعني بعدين الاول الناس كمان بمعنى لحظه قالوا وظفنا حاجاتنا. لا 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 مش مضبوط. بتمنى هيدا محاضر مسجله يا عمي، حتى التسجيل بدنا نحكي محاضر مسجله. الموجودين على هذه الطاوله قالوا لي الكل شارك، قالوا لي الكل شارك بالتوظيف يا زميلتا. الكل شارك بالتوظيف. ما تجاوبي، لا لا مش عم جاوب، انا عم خلي كلامي معك. بس عم اقول لك دوله الرئيس كان في كلام واضح ومباشر، بتمنى حضرتك تجيب التسجيلات. الكل شارك بهذا التوظيف للاسف. حكومة المحاصصة لا تعمل ولا تنتج. حكومة المحاصصة ألغت المعارضة، ونحن في بلد في أمس الحاجة لمن يعارض. حتى حكومة من أنزه الناس وأشرف الناس وأفهم الناس تحتاج إلى معارضة تحسن الأداء، تصوب السياسات وتراقب التنفيذ. فكيف بالحري إذا كانت حكومة مؤلفة من مجربين مكررين يعرف القاصي والداني إنجازاتهم، طبعا إنجازاتهم بين هلالين. حكومة المحاصصة تريد إنشاء محارق للنفايات، خجلت من وضعها بوضوح في بيانها الوزاري النهائي، إلا أنها كانت موجودة في المسودة، المسودة الأولى اللي وصلت لنا كلنا. المحارق ستحرق ما تبقى من صحة اللبنانيين، ونناشد الضمائر حيث وجدت بوقف مشروع الإبادة الجديد للبنانيين. أنتم لا تؤتمنون على إدارة دكانة، فكيف ستديرون محارق تستلزم دقة عالية، رقابة شديدة، أضف إلى أنها لا تلائم القيمة الحرارية لنفاياتنا التي هي منخفضة جدا. تخيل يا دولة الرئيس الشتاء بلبنان كيف منشوف المطر بينهمر، هالمستوعبات الموجودة بالطريق بتعبي مي، كل شيء بتش، غير انه نفاياتنا 63% ببيروت عضوية، برات بيروت نسبة العضوة اقل. هالنفايات اللي كلها مي اللي كلها رطبة كيف بدنا نحرقها؟ بدنا نحط طاقة وننشفها لنحرقها ونرجع نطلع طاقة؟ المحارق لجيوب اهل الصفقات اكثر ربحية من الكهرباء. يمكن وصلنا لمحل مضطرين تصلحوا قطاع الكهرباء، ما تضلوا